لما بنحس ان في حاجه صعبه بنتكلم بمنتهى الصراحه، لكن غير كده اوعوا تستنوا مننا ان احنا ننتقد مهما كان الانتقاد. بنيجي بننتقد في الوقت المناسب، الوقت المفروض ننتقد فيه، لكن ننتقد عمال على بطال كل حاجه نشوفها ننتقدها، ده مش صح، ده مش صح مننا احنا كناس كلنا بننتمي للنادي الاهلي، مش احنا بس هنا في القناه، والجمهور لازم كده. ما ننتقدش على الفاضي والمليان، ما ننتقدش اللعيبه على الفاضي، ما ننتقدش الجهاز على الفاضي. اول ما نحس ان في بدا يبقى في الموضوع، لا خلاص النقد خلاص مباح، ومباح علنا كمان، وده اللي عملناه. لما تيجي تنتقد علشان تصحح، هو مين اللي بيصحح؟ اكيد مجلس الاداره هو اللي بياخد قرارات. فانت بتقول يا جماعه في حاجه، المجلس بيبدا يتفاعل معها على طول. فاحنا ما بنيجي نتكلم بنتكلم في العموم، عشان بس مش عايز اتكلم يعني علشان في ناس بدأوا يدخلوا في وسطنا وبدأوا الحاجات تشتغل، مش عايز اقعد اقول بقى الجنو والكلام اللي انتوا عارفينه ده، عايزين نطلع القصه دي من دماغنا، لكن دي موجوده حقيقه، وناس بتوقع موجوده حقيقه. وما اتكلمناش عن الحكم مباراه الاهلي والوصل، خلي بالكم الحكم ده كان عليه برضو علامه استفهام كبيره جدا، بس انا ما رضيتش اتكلم فيه وتعمدت ان انا ما اتكلمش فيه، لان احنا كان الموضوع في ايدينا. لكن هو لا، ساعد يعني ساعة الفاول اللي جه منه الجون ما فيهوش اي حاجه خالص، ساعة اكرم ما فيهوش اي حاجه خالص، عشان بس ما نلومش على الواد ونقول ان هو زقه او دفع. وما ينفعش ان انا كلاعب نادي اهلي اقعد اتفرج على لعيب، لكن الحكم لا، كان محجم اللعيبه قوي قوي، وده عادي جدا واحنا كنا متوقعين كده. فلا، في على النادي الاهلي في شغل جامد جدا، شغالين ومش ساكتين. انا بتكلم ودايما بقول، لكن برضو بقول ان احنا لا، احنا في عندنا تقصير كبير جدا جدا، مش لعيبه، اسلوب مدير فني ما كانش متوافق، لكن ما كانش ينفع ننتقد في اوقات خالص، واحنا كان الماتشات متلاحقه، لكن خلاص كان لازم بقى نقول لا يا جماعه، لا في مشكله لازم نتداركها كلنا. ومجلس الاداره على طول، الناس اول ما يبقى في مشكله بيطلعوا بيقولوا يا جماعه خلاص في كذا وكذا وكذا وكذا. فالموضوع لما بتيجي تقول مدرب، المدرب ده بيبقى فيه اداره بتختاره، واداره بتجيبه، واداره بتمشيه، اول ما تحس بحاجه بتمشيه. باتريس كالترون اول ما جه كلنا قلنا مدرب كويس، هو كان مدي انطباعات كويسه. فيعني ان شاء الله يكون اللي جاي احسن بكتير، نلم اوراقنا بسرعه جدا. وانا قلت لكم لازم نقع عشان نقوم اقوى من الاول، مش هينفع على طول نطلع كده، مفيش حاجه في الدنيا كده اسمها، لازم هتقع عشان تطلع تشد شويه قوي، وتقع بعد فتره طويله وتشد شويه قوي. ومش عايز افكركم من 2005 بقى، يعني طبعا انتوا كلكم عارفين، لكن انا بفكركم وبنقولها في العلن من 2005 لغايه وقتنا هذا، شوف انت واخد كام واقرب المنافسين ليك واخد كام بطوله. لكن احنا ما بنرضاش باقل من البطوله في كل مكان بنروحه، لكن بتحصل ظروف غصب عننا، بيحصل وقعه للعيب، بيحصل وقعه للمدير فني، بيحصل وقعه لاختيارات غلط، بيحصل، وده طبيعي جدا. لكن اللي لازم نعمله بسرعه ان احنا نقف بسرعه جدا. وانا قلت لكم قبل الماتش اللي فات لو تفتكروا، قلت يا جماعه الاصعب من الوقوع انت تقف بسرعه، وان شاء الله نرجع نقف بسرعه. لعيبه النادي الاهلي عليها ضغوطات كبيره جدا، عشان كده لازم مدرب شخصيته كبيره جدا او قويه جدا، اللعيب بياخد قوته منه. اللعيب دايما شوفوا كده المدربين، هتلاقي مدرب دجله اللعيبه شكله، مدرب الاسماعيلي اللعيبه شكله، مدرب مش عارف مين، كل نادي اللعيبه شكل المدرب اللي هو قريب منهم جدا. فعشان كده لعيبه الاهلي عليها ضغوطات كبيره، مش اي حد، مش اي شخصيه يدخل يلعب في نادي الاهلي، ممكن يكسر الدنيا بره، لكن ما يتحملش 10% من ضغوطات لعيبه النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين كده، احنا مش ما بنهزرش، عايزين بطولات، وطبعا لعيبه النادي الاهلي عارف الكلام ده. عايزين في التمرين 11 لعيب، فبيموتوا بعض في التمرين عشان يبقى في 11 لعيب يلعبوا، اللعيب اللي قاعد بره هيموت عشان يلعب. كل دي ضغوطات من جواه، غير مشاكله الشخصيه، غير حياته الشخصيه. يعني اللعيب نادي الاهلي لا، عايش شخصيه، مين اللي بيشيل عنه الكلام ده كله؟ مدرب بيديله اريحيه، بيديله هدوء، بيديله قوه، بيديله ثقه في نفسه، بينزل يكسر الدنيا من المدرب بتاعه. لو شايف المدرب بتاعه ولاعيبه النادي الاهلي كلها نجوم، فلازم واحد يقول للعيبة دي أنا عايز منكم كذا 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 وهعرف أجيب. ده اللي احنا محتاجينه علشان نلاقي الموضوع ده بقى. يا رب يا رب، يعني
يحصل بسرعه ويكون حد يليق باسم النادي الاهلي زي كل المدربين اللي جم قبل كده. كل الاحترام والتقدير ليهم. كل مدرب بيجي بيعمل اللي عليه وبنقول له شكرا جدا جدا، عملت اللي عليك حتى لو اخفقت لكن اشتغلت جوه النادي الاهلي، لازم كلنا نقول لك شكرا جدا.